مرحبا، أهلا وسهلا فيكم إلى موقع الإنترنت فنجان.com. هنا آفي. ما أسلفت، هناك بعض من الناس في إسرائيل بيقولوا إنه موجة الاحتجاج اللي بتهوب اليوم دولة إسرائيل فهي على مثابة صرخة الطبقة الوسطى. هناك ناس بيقولوا إنه هذا الاحتجاج فهو على مثابة انعكاس للصراع الإيديولوجي بين موقفين في المجتمع الإسرائيلي. الموقف الأول فهو الموقف الاشتراكي الاجتماعي، ومن ناحية الثانية الموقف الثاني فهو الموقف الرأسمالي. لما تأسست دولة إسرائيل كانت معتمدة على المبادئ الاشتراكية، ولكن بالعقود الأخيرة تغير المجتمع الإسرائيلي بشكل بارز، وتحول المجتمع الإسرائيلي يعتمد على الطريق الرأسمالي الغربي. تغيير المجتمع الإسرائيلي وتغيير الاقتصاد الإسرائيلي باتجاه الرأسمال أدى إلى تغييرات مكثفة ومختلفة في المجتمع الإسرائيلي، فبعض من هذه التغييرات كانت لها نتائج إيجابية، ولكن هناك ناس اللي بيقولوا إن كثير من التغييرات أدت إلى نتائج سلبية. السنوات الأخيرة تمثل هذا التغيير بالتبني المبادئ الرأسمالية، وبنفس الوقت تخلت الحكومات الإسرائيلية المزيد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كجزء من سياسة واسعة المعروفة باسم سياسة التفريط. وكذلك تتمثل هذه السياسة بتكليس الميزانيات الحكومية الاجتماعية والرفاهية. هذا المثل مبدئيا وتقليديا، سوء القروض بالبنى والسكن كان دائما تحت مراقبة ومسؤولية الحكومة الإسرائيلية، ولكن بالسنوات الأخيرة وكجزء من سياسة التفريط حولت الحكومات الإسرائيلية سوء القروض إلى البنوك. نتيجة لذلك صارت تكلفة القروض للمواطنين غالية جدا، حيث صار أصعب بكثير للأزواج الشابة الحصول على القروض لشراء الدار. فإذا بيقولوا بعض من الناس إنه الاحتجاج الاجتماعي حول موضوع السكن هو بالفعل جزء من الجليد، وهذا الجليد برأيهم فهو جليد النزاع بين الاتجاهين، الاتجاه الاشتراكي من ناحية والاتجاه الرأسمالي من ناحية تانية. فإذا الجهات اليسارية في إسرائيل يقولوا إنه الأزمة الحالية فهي أزمة عميقة ولا مناس من المعالجة الجذرية لهذه الأزمة، وبرأيهم الحال هو العودة إلى تبني بعض من المبادئ الاشتراكية ووقف سياسة التفريط. هذا الموقف أخذ داعم من اتجاه غير متوقع. بهذه الأيام واجه بعض من أصحاب الرأسمال في إسرائيل الكبار مكتوب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وتأخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات ضرورية وعاجلة للدعم ومساعدة الطبقة الوسطى في إسرائيل، وكذلك بيطالبوا في هذا المكتوب أن تتدخل الحكومة عن سريع لحل أزمة الدكاترة المستمر في إسرائيل. وطلب أصحاب الرأسمال في إسرائيل رئيس الحكومة الإسرائيلي بالإعلان عن سنة 2012 كسنة الطبقة الوسطى في إسرائيل. شو هي التأثيرات السياسية الممكنة لموجة الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل؟ نتحدث عن هذا الموضوع وبعد إضافية بالفيديو كليب الجاي إن شاء الله. فإذا هنا أفي من موقع الإنترنت فنجان.com، أتمنى لكم تحية طيبة وإلى اللقاء.